الثانوي الكبير، واليوم يوم التفاح، يوم الدفع من الحول والزمول، حيث مسافات الهجن الصغيرة، مسافات الحشوان اللي ترحب بالكبار على هذا الصباح الجميل. انطلق قبل قليل مشاهدين الكرام شوط الذلل الأصايل المهجنات لأبناء القبائل مسافة 6 كيلومترات. جوائز هذا الشوط قيمة للغاية، الأولى سيارة تويوتا ستيشن، ومن المركز الثاني وإلى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. مقدمة هذا الشوط نرى مشاهدينا الكرام شعار بن منانة في مقدمة هذا الشوط، اللي كم رقمها؟ اللي هي لطامة لسعيد بن منانة بن غدير الاجتبي، اللي يبدو أنها انفردت في مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نرى تواقه للسيد حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي. مشاهدينا الأعزاء، نقلة للمركز الثالث، نرى الظبي تعود ملكيتها عبد الله بن علي بن نواس الاجتبي. دور المركز الرابع وبداية تعود ملكيتها السيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. المركز الخامس، خامس المراكز الإمارات. يا سلام يا سلام يا يا يا, يا علي بن أحمد بن عبد الله بالمرر، اسم غالي على قلوبنا جميعا، اسم غالي، الإمارات، الوطن الحبيبة، اللي يعني في مقدمة الدول اللي تدعم وتحافظ وتعتني برياضة الهجن العربية الأصيلة. هذه الإمارات إذن للسيد علي بن أحمد بن عبد الله بالمرر في المركز الخامس. في المركز السادس مشاهدين الكرام أبراج تعود ملكيتها السيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. وفي المركز الثامن، ثامن المراكز، تحتل فتنة تعود ملكيتها للسيد حمد بن علي بن محمد النعيمي. ننتقل إلى المركز التاسع، واحدة من الضيوف ضيفات الميدان اللي هي راهية للسيد سليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، قادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. مرحبا بالضيوف الكرام. المركز العاشر، خاتمة النداء مشاهدينا الكرام، ألا وهي شديدة للسيد صالح بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح المري. هذا نداءنا الأول مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للمراكز العشرة الأولى مع 6 كيلومترات جميلة رائعة تحمل في قلبها الذلل الأصايل المهجنات. الانفراد الكبير لطام هلطمت لطمة المركز الأول، لاطمة المقدمة، لاطمة الكاميرا الأولى على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون. نراها، نتابعها مشاهدينا الكرام، لطامة اللي من بداية الشوط وحتى هذه اللحظات، ومعكم أيضا لقطات رائعة من الجو، يعني المرموم 2015 غير بجماهيره بحضوره ومشاهدينا والأسماء والشعارات والاحتياط، يعني واصل الاحتياط، واصل هناك الكثير مشاهدينا الكرام من الشعارات اللي قادمة واللي تنتظر فرصة للدخول في معمعة مقدمة هذا الشوط والمنافسة على مقدمة الشوط. لكن لطامة للسيد سعيد بن منانة بن غدير الاجتبي، والإمداد والمساندة والاحتياط في المركز الثاني من قبل راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. يا سلام، اتحاد، والاتحاد دائما قوة، الكل يعرف ذلك، دليل اتحاد إماراتنا الحبيبة وأمنها واستقرارها وعطائها، ما شاء الله تبارك الله، الله يديمه الله يديمه. يا سلام، بن منانة قادم بشعارين، واحدة عند ابو محمد، واحدة عند راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي في المركز الثاني اللي هي أبراج. المركز الثالث، بدأ التغيير والتحرك من محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي، ومع بداية بالتحرك، بدت بداية مشاهدينا الأعزاء بالاتجاه إلى مقدمة الشوط بشكل سليم ومباشر. المركز الرابع، يأتي هذا الدور المهم والحساس للظبي عبد الله بن علي بن نواس الاجتبي اللي لا يستهان فيها أبدا. بينما
ننتقل إلى المركز الخامس، وأنا راح حاملة رقم واحد الإمارات للسيد علي بن أحمد بن عبد الله بالمرر، غيرتها مشاهدينا الكرام. من الجانب الآخر في المركز الخامس سراب للسيد عبيد بن محمد بن حمدان المنصورة، بدت أسماء حساسة المنصوري، بدت الأسماء الحساسة تدخل مشاهدينا الكرام في المراكز الخمسة الأولى. يلا يا المنصوري، يلا عبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري قدم سرابة، بينما تليها في المركز السادس اللي دخلت تواقة للسيد حمد بن سعيد بن حمد بن سالم الراشدي، ولكن بن فراج هل الدوحة وصلوا؟ أيضا ضيف من دولة قطر الشق دقيقة، ويقدم عنايد حسين بن علي بن مبارك بن فراج المري. هناك دخول مشاهدينا الكرام أيضا من الجاذبية لسلطان بن محمد بن حمد بن رزق العجمي، وتليها راهية لسليمان بن حمد بن سليمان بن جبرين، قادمة أيضا من المملكة العربية السعودية الشقيقة، 1400 متر على خط النهاية. غير الأسماء المتواجدة اللي لم يحن موعد دخولها مشاهدينا الكرام، لكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المقدمة وإلى لطامة، إلى لطامة 1200. يا سلام يا سلام يا سلام، 1200 على خط النهاية وعلى ناموس هذا الشوط، على أهم شيء في هذا المهرجان نقطة وناموس. ولا ننسى دور هجن قادمة مع أبراج ومع مشاهدينا الكرام بداية، ومع سرابة اللي تبغي لها متابعة في المركز الرابع، لكن لطامة 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 اللي لاطمة المقدمة من بداية هذا الشوط للسيد سعيد بن منارة بن غدير الاجتبي. لكن يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ الهجوم بدأ الهجوم، بداية بدت بدت بداية لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي، بدت تبحث عن التغيير، والتغيير بيحصل في هذه اللحظات. وهناك أبراج من الجانب الآخر سيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي، انطلق الشوط ولع، والسرابة قادمة لعبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري، وبن فراج يعلن ويرفع راية التهديد. مشاهدين الأعزاء عنايد لحسين بن علي بن مبارك بن فراج المري، ولكن ياهي بداية ياهي بداية يا مرغم يا مرغم يا حبيبتي يا مرغم، بداية في يوم الثنايا، واليوم يبدأ مشاهدين الأعزاء. يوم الثنايا كانت مزنة مزنة، والنعم والنعم في مزنة والنعم في بداية. يلا يلا يا محمد يا ابو سلطان بن مرخان، سلام مرغم، سلام سلام يا مرغم سلام، مع بداية تهانينا والناموس على مستوى الشوط الرئيسي للذلل الأصايل المهجنات. سرابة عبيد بن محمد بن حمدان بن سلمي المنصوري، أبراج لراشد بن سعيد بن منان السويدي في المركز الثالث، الرابعة عنايد حسين بن علي بن مبارك بن فراج المري، الخامسة الدوحة مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل بن نابت المري، ضيوفنا من دولة قطر الشقيقة. يا سلام، البداية جميلة رائعة للغاية مع شعار السيد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي، والتحية لمرغم مرغم يا ما ويا ما يا ما يا مرغم يا ما. 9:25 بالوفاء والتمام، التهاني والناموس لمحمد بن مطر محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، تهانينا يا ابو سلطان. يا سلام سلام يا مرغم سلام يا مرغم سلام. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، سرابة تقطع الستة كيلومترات بفترة زمنية مقدارها 3 أجزاء من الثانية، خلنا نجرب من يمين هالمرة، 27 ثانية 9 دقائق، تهانينا والناموس على فوز سراب السيد عبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري، ثالث المراكز. أبراج أظنها توقيتها 9:27 4 أجزاء من الثانية، التهاني أيضا للسيد راشد بن سعيد بن منانة الاجتبي. مشاهدينا الكرام، انتهى تهانينا والناموس لجميع الفائزين، انتهى الشوط الأول للذلل الأصايل المحليات، وشوطنا الثاني أيضا للحول الأصايل المهجنات.
ننطلق مع فئة الزمول. مرحبا بالزمول فحول المستقبل القريب، سلالات بنوك الإنتاج مشاهدين الكرام الذهبي.